إذاعة شباب بعدل موجتك تسمع صوتك. البارح شكون؟ اليوم شعندو جديد؟ وغدوة كيفاش؟ البارح اليوم وغدوة مع آمال شاهد. البارح اليوم وغدوة. عسلامة ومرحبا بكم في حلقة جديدة من البارح اليوم وغدوة، تشبعني بكم من هوني حتى للستة ونص. معنا كوثر في الجانب التقني، أمال شاهد كالعادة من أمام الميكروفون، ضيف جديد وموعد جديد يجمعنا كما قلت من هوني حتى للستة ونص. ضيفنا اليوم هو مخرج سينمائي ومنتج وكاتب سيناريوهات، متخصص في البداية في دراسته في علم الاجتماع، وعلم الاجتماع هو اللي جابه لعالم الأفلام والسينما. هو واحد من السينمائيين التوانسة اللي أنجزوا عدد كبير ومحترم من الأعمال، أكثر برشا من أبناء جيله وحتى من أبناء الأجيال اللي جات من بعد. نذكر لكم بعض العناوين متاع أفلامه: العتبات الممنوعة عام 72، شمس الضباع عام 75، الملائكة عام 83، شامبانيا مير عام 1986، السنون لا يموت في القدس عام 1994، صندوق عجب في 2002، أولويز براندو 2011 بعد ما كان المشروع براندو أند براندو قبل هذاك، وأخيرا وليس آخرا زهرة حلب في 2016، الفيلم اللي افتتح دورة الأخرانية من أيام قرطاج السينمائية. ضيفنا هو المخرج السينمائي التونسي رضا البهي. مرحبا بك سيرضا. أهلا بك. شنو حوالك؟ أهلا أهلا. لاباس الحمد لله. اي بيه. مرحبا بك بحالنا في استوديو اذاعه شباب. باش نحكيو وقتنا مقسم كل نص ساعه باش نحكيو فيها على حاجه. باش نبداو اول حاجه بيك انت، اللي الناس ما تعرفوش اللي انت ماكش قاري سينما، قاري سوسيولوجي. وكيفاش معناتها هربت من بحذا ابن خلدون ودخلت العالم المودوفار وفليني يعني تصحيح شويه المعلومه اللي كنت بها بكري، هي اني انا بديت بالسينما. احنا في القروان دخلنا عام 64 متدرسين مع مجموعه السينما الهواة. اي بديتوا بالسينما اماتور معناها. السينما اماتور كان معنا الحبيب مسروق الله يرحمه، عبد الوهاب بودن، حمادي ابو عبيد، واحمد الخشين، ومجموعه اخرى. وكان في حمام النف سلمى بكار، منصب المراد، رضا سي بكار، ومجموعة أخرى كذلك. دونك بدينا بسينما الهواة لمدة شكرها 4-5 سنين قبل ما واحد يمشي يقرأ علم الاجتماع. دونك السينما في فترة الدراسة الثانوية معناها وقت المعهد في القروة. دونك وقتلي كتبت تحت مطر الخريف تاع فيلم محمد الخشين، ما زلت وقتها في القروان زاد قبل البكالوريا. أنت شاركت في كتبت ولا أنت اللي كتبته تحت مطر الخريف؟ والله موضوع كبير مع احمد الخشين. المهم انه السيناريو ما يسمى بالسيناريو الاول هو رضا الباهي اللي كتبه، بعد بدل فيه وطور فيه وحط احمد القديدي وحط اكس وغيرك زاد، هذا موضوع اخر. لكن الكتابه الاصليه انت اللي قلت السيناريو الاصلي نتاعك انت. بعد مشيت قريت سوسيولوجي. بالضبط. ابقى كنت في فرنسا مع دابور جون روش يعمل في الاثنولوجي، أوري لانجلوا يقري في الاستوار دو سينما اللي هو الفونداتور تاع السينماتيك في فرنسا، في فرنسا بودريار ومجموعة أخرى، لابيكا يقري في ابن خلدون، بينونتير اللي هي خرجتك الفاكولتي دونتير، خرجتك الشرارة تاع الغضب الشبابي تاع 68 دونك. كان شيء يعني مهم بالنسبة لي وبالنسبة لنا برشا الجيلي، انه كذلك يتعدى بار البيي نتاع حتى مثلا واحد كي الحبيب مسروق خذا عدى الكونكور نتاع بوجيرار، كان يعمل سوسيولوجي وفي نفس الوقت يعمل ليكول دو سينما كمدير تصوير اداره التصوير، يخدم في الافلام في 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 بلجيكيا. لا لا في باريس. في باريس. كنت عندك علاقه قريبه بي؟ كان كمعاد كلاس من وقت اللي عمري 6 سنين احنا مع بعضنا واحنا صغار، يعني الوالد ومع والده كانوا اصحاب وكبرنا جميع ومشينا لفرنسا جميع. دونك وعمل معايا العتبات الممنوعه كمدير تصوير، وكان مشال معايا شمس الضباع، ثم مقابلته مع المسرح الجديد مع محمد ادريس والمجموعه الاخرى فضل جزيل وفضل جعيم جيلة بكر. دونك اخذ منحة اخر شويه ويا ريته ما اخذه. علاش؟
هو بين قوسين الجمعة اللي فاتت كان قاعد في نفس الكرسي هذاك رضا الفاضل الجزيري وحكينا على المسروقي. حكينا على المسروقي، علاش قلت تمنيت لو كان ما خذاش المنحة هذيك وما مشاش مع المسرح؟ أنا نعتبر أنه أصحابه الكل وجماعته الكل واللي عايشين معهم في الفترة هذيك هما كذلك عندهم يتحملوا مسؤولية في انتحاره. أنا هذا إيماني واعتقادي وأنا أولهم، دونك مش معناها باش تقصد بأن أولهم أنا أول مسؤول على انتحار الحبيب المسروقي. مفروض أني يعني أنا من الناس اللي وعدته باش نعمل له فيزا ونخرجه باش يمشي يعمل، لكن هو مخنوق في الفترة الأخيرة، كان في حالة ضيق، فهمت؟ والمجموعة اللي كان يتعامل معاها في المسرح الجديد ما همش حاسين بي. Je sais ce que je dis est grave mais هذا رأيي وهذا معناها إيماني. أما هو على كل حال يقعد قرار الانتحار قرار فردي، معناتها ستاناكت سولانيل سيت اون ديسيجون سولانيل ستاناكت سولانيل طبعا هو اختيار على غالب. على كل حال الأجيال الجديدة ما تعرفش برشا سينما نتاعك سيري دالبي، كما ما تعرفش سينما نتاع برشا أسماء توانسة اللي خدموا في أواخر الستينات وخاصة في السبعينات وفي الثمانينات. يظهر لي هذاك معناتها لا فلوريزون دو سينما تونيزيا فيك الفترة هذيك في السبعينات الثمانينات ومن بعد في التسعينات. ما نعرفش، ما تخموش تلقاو حل باش على الأقل الأجيال اللي أصغر منكم ما يعرفوش هالافلام هذوما ينجموا يطلعوا عليهم ينجموا يعرفوا، خاطر ذيك جزء من ذكرتنا وجزء من ثقافتنا وجزء من التطور نتاع المجتمع نتاعنا. يعني السينما انت بيدك التيز نتاعك اللي عاملها اون سوسيولوجي عاملها على لو سينما تونيزيا في لي زاني 60، معناتها كانك درست المجتمع التونسي من خلال الافلام اللي تم انتاجها في الفتره هذيك في الستينات. والله شوف توا ان واحد المخرج يعدي وقت في كتابه وصياغه السيناريو، عادي وقت في البحث على التمويل، وعادي وقت باش يلقى الموزع ويوزع الفيلم، وتحب انه في بعد 10 و20 و30 سنه انه هو كذلك يلقى الحل وقت اللي هو الحل السياسي. معناها اي بكش عندك مقترح حل سياسي معناتها شكون؟ معناتها وزاره الثقافه هي اللي تقول. المقترحات موجوده من تو اكثر من 30 سنه. يلزم خلق سينماتيك في تونس، يلزم قاعه تعرض الافلام القديمه سواء كانت التونسيه او المغاربيه او الاجنبيه اليوميا للشباب. قارة معناها عرض قار كل يوم. إنسان سينما في وسط البلاد تكون الاختصاص نتاعها انا تعدي كان اسمها سينماتيك تابع وزارة الثقافة تابع سينماتيك وحتى تسكرت القاعة نتاع العرض ماهوش بالمبلغ نتاع العرض التجاري الاخر. معناها كومسا سفي بارتو في الجزائر موجود في امريكا اللاتينية موجود، طبعا فرنسا هي اللي بدات اونري لونغلوا هو اللي بناه اللي عمل الفكرة. دونك وهذه ما تكون كان نعملوا مجموعة، ما احنا نطالبوا ديما بالسينمائيين والسانديكا دي برودكتور سانديكا دي تكنيسيان كله يناديوا بهالمشروع. فما مشروع نتاع سينماتيك، فما مشروع يقول انه هو القرار اتخذ بشكل رسمي في الدورة اللي فاتت 23 تاع ايام قاعدة السينمائيين نستناو قاعدين يخدموا نورمالمون قاعدين يخدموا عليه المشروع نتاع سينماتيك اللي نجم جوستومون كما قلت انت يحل جزء من هالمعضلة هذيا هالقوم اللي نهار كامل احنا نفسخوا به في الذاكره نتاعنا وقاعدين ننساو وما نعرفوا حتى شيء. نعرفوا يمكن معناتها الانتاجات السينمائيه اللي في امريكا ولا في اوروبا وما نعرفوش احنا شنو عملنا في تاريخنا وفي مسيرتنا الكل. باش نحكي معاك على بعض الافلام نتاعك وعلى فتره معينه تعرضت فيها للمضايقات للسانسور ما نعرفش، فما عندك افلام منعت من العرض شنو نحكيو عليهم بعد ما نسمع اغنيه صندوق عجب، اغنيه فيلم صندوق عجب اللي هو من ما نعرفش انت كيفاش تنظر له اما انا نراه من احسن واروع الافلام اللي انت خدمت على الاقل اللي احنا تمكنا ان نراوهم اللي نعرفوهم احنا الجيل اللي جينا بعدكم. نسمعوا لطفي بوشناق في صندوق عجب وبعد نرجع نحكي معك على شمس الضباع وعلى عتبة الممنوع وعلى شامبانيا ميغ. Oh,
بس القى من عيوني شي كيف كان عمري ورقة ترقص على الأغصان وانا صغير وندهش قدام كل عجيب قداش توحشتك يا دهشة زمان طلع على صندوق من شباك مدور اكبر مني واكبر من العالم الكبير يا صندوق عجب فوق اللي نتصور اسرح خليني اسرح بجناحك ونطير طوى عمري لحظه ما بينزو زفلاب لم حصل اليقظه ولم حصل للناس نحلم ولا صاحي صندوق عجب يا جناحي يا جناحي ريشة الهد نشوف شوارع تحضن تحت جناحي الظلمة غناية جديدة مع حكاية زمان يفطن بها القلب اللي جرحته الكلمة تهرب من خزرتنا لشقوق البيبان ونتخمر في لحظة نشوف اسمي وعنواني بنزور باليوناني وعنطر بن شدان نشوف روحي زورو وبسيفي وحصاني نرجع ورد بلادي الخديني البلاد ونقول للتخميرة اتفق وتفيقني سلقتني تصويرة ونحبها تسرقني نحلم وانا صاحي يا صندوق عجب يا جناحي يا جناحي ريشة فكر بالسرقة من عيون الوقت كيف كان عمري ورقة تغني مع النسمات وانا صغير ونحلم ومازال عندي وقت باش نقتل الوقت على كراسي الصلاة نطل من الشباك ونهرب للأفلاك من الزنقة والفلقة وعذابة أيامي ونسأل طول الوقت من هاك الأيام علاش كتشعل صالة تتحرق أفلامي وعلى الرغم من الزنقة نخسر في الشباك ونكتب على الورقة يا عمري ما احلاك وانا صاحي صندوق عجب يا جناحي يا جناحي ريشة الهد طوى يا صندوق كي نغزر قدامي نلقى الدنيا قفص ماشي على قدام حاول من الشباك طير أحلامي حتى وانت اليوم أصغر من الأحلام ونحضن التصويرة في البرد وفي الظلمة ونقول لها اسقي الروح اللي تبقات ممكن يمحي الوقت الخطوة ويمحي الكلمة وممكن يمحي الوقت البنية مهما علاك يمحي الواقع وحدنا التصويرة تبقى لحظة بعد اللحظة الأخيرة نحلم وانا صاحي يا صندوق عجب يا جناحي يا جناحي ريشة الهد بكي ولا فرح داويني ولا جرح غير خليني نسرح غير خليني نسرح غير خليني نسرح نسرح كيف ما نحب ذكر لي هذه أغنية فيلم صندوق عجب اللي كنت أنتجته وأخرجته سيري دالباهي ضيفنا اليوم في البارح اليوم وغدو عام 2002 تحصلت بي على عدد من الجوائز الفيلم ما يتبقي ماي وي شنو ما الجوائز اللي خذيهم
والله خذا مع أحسن إخراج في اسكندرية، أحسن إنتاج في دبي، أحسن سيناريو في المغرب، في خريب كشكرا، في وهران كذلك خذين الإخراج. نعطوك هاي هي سانكو سي بري امبورتون. أنت بديت تعمل السينما، بديت متاه تنتج أتم معنى الكلمة وتخرج في أفلام بالسبعينات حتى لليوم، أنت فما 40 سنة. دايوغ فما واحد من أفلامك باش تحتفل بال 40 سنة نتاعو، تو بعد نحكيو عليه في النص ساعة الثانية باش نحكيو فيها على أعمالك المستقبلية. في هالمسيرة هذه كل أكيد راك خديت برشا جوائز، خديت جوائز من مهرجانات السينما في أوروبا، مهرجانات السينما في العالم العربي، في مصر، في تونس، وفي بلدان الخليج، دبي بالأخص السنوات الأخرانيين ولات تاخذ في خلينا نقول مساحة في الساحة السينمائية العالمية. شنو يعنيوا لك، شنو عنيوا لك الجوائز في مسيرتك الكل، والمرات اللي كنت تستنى فيهم في جوائز وما خذيتش، صارت لك خيبة، نقصت منك حاجة، وجعتك الحكاية؟ اللي وجعتني فقط في مهرجان قرطاج، اللي هو في كل مهرجان، كل دورة. أنا من نوع اللي أنت مش في كل دورة عندك فيلم تشارك به في المسابقة. مع الأسف عندي كل عام طبعا ما عنديش 37 فيلم، يعني الدورات اللي فيهم افلامي انا هما الافلام اللي شاركت بهم في الدورات نتاع المسابقات. شمس الضباء، شمس الضباء باش نحكيو عليه هذيك، العتبات الممنوعه، العتبات الممنوعه زاد العتبات الممنوعه 72، شمس الضباء 75، بعده اي في 78 هذاك شمس الضباء. كي حضر حبينا باش نعديو ستار الشريعه وزاره الثقافه قالت لا الفيلم هذا ممنوع، يستحيل، والبورس تاعك وقلنا حاولي البورس تاعك. باش نحكيو عليهم المرات اللي تعرضت فيهم للسانسور. النقاد العرب والنقاد العالميين ونوادي السينما، السيني كلوب والسينما اماتور، فرضوا العرض في دار ابن رشيق. وتعرض الفيلم وخذا جائزة أحسن النقاد، لكن المهرجان ما اعترفش به. المهرجان ما حبش يعترف به، ستكتور اوفيسيال ما حبوش يعترفوا به. في 76 في 78 شمس الضباع. كان ثم كانت نقابة السينمائيين عاملين بويكوت على السينما التونسية. مع المهرجان. اش معناتها؟ معناها مش لاسباب مش حابين يعديوا اي فيلم تونسي. انا اللي قلت لهم لا مش نعدي فيلم، الفيلم ممنوع في تونس وما نعديوش، مش معقول. سي شاد القليبي ومازال حي بعث لي على طريق المرحوم محمد السيد نحيوا مشهدين من الفيلم ويتعدى فيه. وتعدى الفيلم. قلت له ما يتعداش. بعث حتى الفيلم الجاي نتاعك نعطيك 60,000 دينار يساوي فيه ونحي المشهدين، ورفضت باش نحيهم. فاجبروا باش يحطوا الفيلم في المسابقه. لكن ما راني الا فاتنا حمام بعد، وطبعا ما خذا حتى بري، مع انه العرض اللي صار والزحمه اللي صارت في الكوليزي والناس اللي اكثر من 5,000 متفرج لبرا في الشارع يحبوا يدخلوا يشوفوا الفيلم. قالت لي بعد ما فاتنا حمامه الله يرحمها كذلك، ولا شوف العمر شو ولا اكثرهم الكل من رحموا عليهم. هاي. قالت لي وقت اللي جينا نصوتوا جانا سي حمد سي قال اعتبروا الفيلم خارج المسابقه، نو لو كونسيديري با دون دون لا كومبيتيسيون. وكان مدير اداره السينما في الفتره هذه، مدير المهرجان، مدير الايام، مدير الايام، الدوره نتاع عام 78. مع 78 الملائكه عام 84 الفيلم كان رشيد فرشي هو المدير نتاع الدوره نتاع ايام قرطاج سينما. باش نعديو الفيلم، لكن انا عندي العقد مع وزاره الثقافه انه الفيلم مش نعملوا الدبلجه باللغه التونسيه لانه في ممثلين مصريين. اي فجابوا العرض، حطوا عرض النسخه المصريه اللي فيها مديحه كامل وكمال الشناوي ولامين النهدي يتكلموا بالمصري. طبعا الجمهور التونسي، فيلم تونسي ومخرج تونسي وجاي يتكلم بالمصري فيلم، فكان رفض يعني شنيعة جدا العملية. مقبل الجمهور هو اللي مقبل الجمهور ما قبلش، كانت ردة الفعل نتاعو سيئة. ردة سيئة جدا، وطبعا تعرف أنت الجيري كي يحضر يشو. لكن هذا الملائكة ما يهمنيش لأنه عندي أنا بيدي ما نحبوش برشا في الملائكة لأسباب أخرى. لكن اللي حز فيه هي شمس الضباع لحد الآن. عام 78. فهمت. براندو جا قال لك هاو نعدي واش مساء على الذاكرة. يفلي لو عندي بارتي فرونسيز وبارتي تونيزيان. دوكيومونتير واش مع الذاكرة؟ واش مع الذاكرة وشامبانيا مير؟ شامبانيا مير، شامبانيا مير، ما عرفش عنوانه بالعربي، اي. العربي واش مع الذاكرة؟ واش مع الذاكرة؟ أو الشامبانيا المرة مي سي با جولي. اي. فهمت؟ نفس الشيء. براندو قال لك لا خارج ال قبل براندو السنون اللي يموت في القدس لي زيروندان تعدى في المسابقة. أميل حبيبي قال له كان الفيلم وزير الثقافة وقتها اللي هو كان بورت بارول زوج لينا بدر فلسطيني كبير مسؤول، قالوا كل الفيلم هذا ياخذ جائزه
احنا نسحب افلامنا وننسحب من الدوره من اي قرطاج السينمائيه وعمل عليهم بريسيون قويه. يعني الحبيبي كان في لجنه التحكيم اي وعملوا يعني بويكوت على اساس رضا الباهي صور الفيلم في اسرائيل في جيروزاليم معناتها في اسرائيل بالنسبه لهم في القدس وهذا تطبيع صارت عليه بوليميك والفيلم حتى ذهابك للقدس صارت عليه بوليميك نحكيو عليه نحلو قوس صغير كان حب على الحكايه بوليميك وحرب كبيره صارت ضد الفيلم نفس الشيء ولويز براندو هز وفكر وحطه قال لك لا نحطوه في البانوراما على فيلم امريكاني والله ما لحد الان ماني عارف الفيلم يحكي بالتونسي دون زان فيلاج تونيزيان المخرج نتاعو تونسي الى اخره الى اخره فدونك انا سي توجور باري انا المشكله لما تعمل فيلم وتدخل في مسابقات وكل شيء هذا في تاع 30 فيلم ثم 4-5 جوائز دونك سي نورمال اللي مش باش تاخذ ديما دونك المشكله لكن كي تبدا جاي وتعرف الاسباب وتعرف التكمبين اللي صار وتعرف الواحد تفهم يعني يجيك الواحد لكن تو ما تو عزوزه ما عاد يهمها قرص الجو اللي اي لهذا طلبت انه السناك يحبوا زاد يفكروا في المسابقه قلت لهم لا يا افتتاح يا اختتام يا لا هذه باش ندخل نشارك خلي الشباب يشارك احسن هو الاختيار كان في بلاصته بالكدا معناتها الناس الكل عجبتنا الحكايه انه الفيلم يا يفتتح يا يختتم ويكون بعيد على المسابقه وبالحق خلي الفرصه للاجيال سينمائيه اخرى خاصه وانه ما كمش ناقصين صراع اجيال يظهر لي نحب نحكي معناتها بتعمق على السنسره اللي تعرضوا لها افلامك سيدي دالباهي بالاساس شمس الضبايا العتبات الممنوع العتبات الممنوع عقبل شمس الضبايع خطاف لا يموت في القدس حتى الصندوق متعرض للسانسور زاد اي طبعا خطاف لا يموت في القدس وشامبانيا ميغ وخاصة الفيلم اللي نحاول الفيلم كومبليتمون تنحى من السبفونسيون وزادوا عاود تو نحاول المرة هذه اللي كتبته مع محمد محفوظ اللي هو زمن الجرذان لو تون ديرا هذه تو بعد الثورة هذه لا حبيبتي وقتاش قدمته 94 وجبدوه لي سي وزير الثقافة نتاعنا السابق سي الهرماسي في 94 الله يسامحه اي قال لك لا اعمل اي فيلم تحب هذا على شو يحكي الفيلم زمن الجرذان على شو يحكي على واحد ضيع امه وهو يخدم في البلدية والفترة هذيك ثم الجرذان طالعة من المسكوكات من كل بقاع لا فيل اللي انفايي بار ليرا اي فهمت وبدات الحمله اللي لمان الفيران والديراتيزاسيون فاكتشفوا لونكيت انه خاطر اللي يجيب فار 100 ياخذ 200 مليم واللي ياخذ يجيب حي 50 ناس ولا تربي في الفيران تربي فيهم ولاد مئات الاف تطغى عليهم الشيء كثر عليهم الشيء بلو دوميني لا بنت تربي في الفيران باش تربح فلوس تربح شويه فلوس تربيهم وتهزهم في قفص تهزهم البلديه باش ياخذوا لهم بونو قال شنو تحب شكون هما شنو تقصد بالخوانجي بالفيران يستحيل تحب تحرق البلاد حاسيلو ردوها قضيه كبيره ما انت بالنسبه لي في 94 انه انت رمزت بالجرذان الفئه السياسيه معينه حتى هو قال هو هكا ظهر هو هكا ظهر له المهم دونك لو فيلم ايتي خذا سيفونسيون اي تي كلاسي بارمي لي بروميير في السيناريو معناها لكن مكتوب بالكدا قال لي وكتب محمد محفوظ الله يرحمه الله يرحمه فريمون سيتي وكان نور كومي سابيل نور الشريف شي مثل الدور الاساسي وكان انتاج مشترك لكن لعبوا اللعبه وتجبد الفيلم عاود قدمته مره قدمته اخرى بعد الثوره تو عندي عامين اي قال لك لا هذا قديم هذا فيلم قديم واش تقصد فك علينا ورضا البيع عمل برشا افلام يزي والى اخره مي بون سي ما نجمتش تلقى له تمويل من غير معناتها سوبفونسيون من غير المنحه اللي تعطيها وزاره الثقافه شوف يا بنيتي انا عندي تو ثمانيه افلام ثم اربع خذاو سوبفونسيون واربع ما خذاوش مش كل مره يعني انا في براندو مثلا وصلت يعني صرفت عليه من عندي مش من عندي برك صرفت معناها بعت ممتلكاتي فهمت باش كملته وعندي تو قضيه ضد وزاره الثقافه لان الوزير صحح لي في سوبونسيون التو ما خديتهاش دونك المشكله ماهوش ديما واحد يقول اي هاو مش ندخل اي ما نعملوش هاتو نعملوا يعني مش دي مؤسسه انا يعني اوكي قصدي وقت تولي عندي اولويات اخرى او مواضيع اللي ممكن نضحي بها اكثر اكتوال اكثر معناتها يهموك اكثر عندك مواضيع حارقه اكثر من ولا قضية من زمن المشكلة هي الاورجونس هي ما تعرف علاقه المخرج هي مدى
احساسه بال بالاستعجال بالاستعجال وبالانه لازم يقول حاجه نقولك الفكره هذيك الحرقه هذيك هي اللي تخليك تضحي ما تضحيش تقول فك عليها جو دوتر. انا ما شاء الله عندي السيناريوهات تعرف 40 سنه مش تعمل 40 سنه 40 فيلم دونك عندك 4 5 سنين كل مره تعمل كل 4 سنين تشوف فيها افلام تكتب فيها سيناريو فيها. دونك موجودين الافكار والسيناريوهات واللي تريتمون ما شاء الله مكتسين. نبداو بلي سوي زانتيردي العتبات الممنوعه الفيلم اللي انتجته واخرجته عام 1972 مشاركين فيها اسماء من معناتها مش كممثلين توانسه فما ممثلين من لا في يروف يغلان في حتى ممثل في روف بن يغلان كان اول دور لي والبقيه الكل سون با دي زاكتور يعني سون دي زامي والطلبه والالمانيه هذه اللي اغتصبت كانت المانية دونك اتيديون جبناها من عالم باريس. علاش كان مسانسر الفيلم؟ لانه دابور كان مرتكز على واقع حدثت اغتصاب سائحه في البلاج تاع المستير. صارت من جد الحكايه. من جد والرئيس عمل الخطاب والى اخره و... فين عام؟ في الستينات. الستينات. اي فانا جابري الحدوثه او الحكايه الخرافه. اي J'ai attaqué donc ce film avec une fiction, une petite fiction sur un vendeur de cartes postales, بيع بطاقات بريديه في القروان حيث الكبت الجنسي وحيث السواح مش كما في الحمامات وسوسه يبقاو وعندهم بواد دنوي في الليل وثم اختلاط يتعداو يعني عندهم الزرابي فسقيه الجامع ويتعداو هما لابسينك الشورت ولا لابسينك محلولين وكل واحد يقعدك القروي حل فمه ريكته سايله ويتعداو ياخذوا البيس ويرجعوا ويقعدوا يروح قمرته الطيب له في البصل والفلفل دونك وبس. فدونك حطيت الكادر هذا اللي خليت فيه في القروان. اي جيتي ان بو كرو سادير جيتي ان بو يعني ما عملتوش بال يعني كنت مباشر وكنت عنيف وكان اغتصاب واغتصاب في مكان مقدس الى اخره. في جامعه يظهر لي في صومعه الجامعه في صومعه الجامعه فرد المره هذيك علاش الفيلم ترفض؟ ترفض خاطر زاد لا موقف من السياحه خاطر هو ثم البريتكست تو مثلا الله يسامحه والله يرحمه سي محمود مسعد وقت اللي شاف الفيلم كان غاضب لانه لد مش خاطر نرجعوا له الفيلم بعد شويه نسرين تقدم الاخبار نتاع الخمسه ونص ونرجعوا نواصلوا نحكيوا على العتبات الممنوعه وعلى الملايكه وعلى شامبانيا ما وعلى الافلام الاخرين ايضا. اذاعه الشباب عدل موجتك تسمع صوتك. فريكونس اذاعه الشباب في صفاقس 93.0 في جابس 90.2 وجرجيس 93.9. موجز الاخبار. موجز الاخبار من اذاعه الشباب اهلا بكم. الخطوط التونسيه تخصص طائره من نوع بوينغ لجلب مسافريها من مطار ميونخ بالمانيا حيث حطت طائرتهم من نفس النوع بعد اقلاعها من مطار براك بتشيكيا باتجاه مطار جربة. وافادت الشركه في بلاغ لها ان هذا الاجراء يعود الى حدوث انخفاض في ضغط الهواء داخل الطائره اوجب على الطاقم اتخاذ هذا الاجراء طبقا لتعليمات السلامه الدوليه مشيره الى ان المسافرين الذين كانوا على متن الرحله المذكوره والبالغ عددهم 106 مسافرا قد تلقوا الإحاطة اللازمة. حريق خلف أقسام المستشفى الجهوي بسيدي بوزيد لم يخلف أضرارا لا مادية ولا بشرية. عدا دخان كثيف تسبب في إزعاج لعدد من المرضى قبل تدخل فرق الحماية المدنية في الوقت المناسب. انطلاق البرنامج الجهوي لدعم قدرات الأسر للمشاركة في الحياة العامة بمنوبة وذلك بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للأسرة الموافق ليوم 15 من ماي من كل سنة. وفي الحمامات انطلاق الأيام المتوسطية للفنون البصرية في دورتها الرابعة تحت شعار على إيقاع الوطن القبلي وصورة الحمامات. دورة تسجل مشاركة فنانين يمثلون 23 بلدا يؤثثون ورشات مفتوحة على الفضاءات العمومية وفي مختلف الفنون على غرار النحت والرسم والحفر. وفي أخبار العالم رئيس الفرنسي الجديد إيمانويل ماكرون يتعهد في خطاب تنصيبه اليوم ببناء فرنسا القوية والجديرة بالثقة على حد قوله معبرا عن أمله في أن تصبح فرنسا واحدة من أكبر القوى في القرن 21 وتقوم بدورها الكامل في الشؤون الأوروبية والعالمية.
مسؤول العمليات في اللجنة الدولية للصليب الأحمر يقول اليوم إن وباء الكوليرا أودى بحياة 115 شخصا في اليمن، لافتا إلى أن الوضع بات خطيرا جدا. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يطالب بتجديد العقوبات على بيونغ يانغ بعدما أطلقت صاروخا باليستيا جديدا في تحد لرئيس كوريا الجنوبية الجديد. انتهى الموجز، إلى اللقاء. إذا الشباب على موجاتنا، تابعوا معنا حاجة في الماضي حبي أنساها. همس الليل معنا توصل حكايتك، تلقى شكون يسمعك وينصحك، معنا تلقى الحل. اطلبونا على 71-844-411 وقت البرنامج 71-844-411، ولا بعثولنا على صفحتنا في الفيسبوك. نجموا زادة تبعثوا SMS على 85-50، اكتبوا GH اسباس وحكايتكم والباقي علينا. همس الليل في سهرة الحد من 9:30 الليل مع أمال الراجدي والدكتور أحمد النايفر. همس الليل معنا تلقى الحل. فريكونس إذاعة الشباب في توزر 98.8، في قفصة 95.0، القصرين 89.6. راديو باك. راديو باك. راديو باك. راديو باك. مجموعة من حصص المراجعة مع أساتذة في مختلف المواد. راديو باك. موعدكم السنوي للاستعداد للبكالوريا. راديو باك. موعدكم في راديو باك نهار الاثنين 15 مايو مع مادة الفيزياء. راديو باك. من 6 للـ7:30 على إذاعة الشباب. إذاعة الشباب. بعد الموجتك تسمع صوتك. البارح اليوم وغدوة. البارح اليوم وغدوة. نرجع للقاءنا في البارح اليوم وغدوة. ذكركم اللي ضيفنا هو الفنان المخرج السينمائي رضا البيهي. كنا نحكي وقبل الأخبار متاع 5:30 قبل ما تجي نسرين على الغضب متاع محمود المسعدي اللي كان وزير الثقافة وقت اللي باش يتقدم الفيلم متاع العتبات. شاف الفيلم لأنه يقول لك تونس كان السماء زرقاء جميلة، ورضا البيهي صور في الأحياء الوسخة القذرة، والشخصية الأساسية في الفيلم يبول على الحيط. حشاكم شو هذا؟ شو هذا؟ خطية بستين دينار ما زالت ما جاتش موجودة. عطت تدخل لكن هو في بلاس ما يفكر في أنه الكاميرا. فعلا احنا حابين صرخة، كان الفيلم صرخة هالوضع المتخلف والفقير جدا وال لو كليفاج معناتها التناقض زاده ما بين الصورة متاع السياحة اللي تعمل فيها دولة وبين الواقع متاع الحقيقة. فهذا أزعج المسؤولين، يعني نتفهم الأزعج لكن يلزم زاد المسؤول يعرف اللي المخرج عنده مسؤولية. في الفترة هذه كانت السينما ما نقولش موضة، لكن السينما الجادة، السينما السياسية هي وقتها المطروحة. ما كانش توا الأمور تغيرت وما عادش هم الجدية اللي هي كانت عند بعض الشباب. يعني كنا قبل ملتزمين سياسيا اكثر، ومش سياسه تحزب راه ما يعني انا شخصيا ما كانش عندي تحزب مثلا شيوعي او على غير اصحابي. عندي كنت بالعكس ما عندي حتى انتماء سياسي بالمفهوم الحزبي او هذاك بيرسبكتيفيست وهذاك من جماعه البعثيين. نو نو نو، انا كان همي الوحيد بالسينما نشوف فين ثم بالضبط. المدرسة الأساسية نتاعنا هي كانت السينما الواقعية، سواء كانت الإيطالية أو حتى المصرية نتاع محمود نتاع صالح أبو سيف ومجموعته. دونك تو السينما لادو اللي هو يكشف أو اللي هو يعري حاجات وتناقضات اجتماعية، كان هذاك همنا الكبير. هذه قصة العتبات الممنوع، شمس الضباية. علاش زاد شمس الضباية كامل الافلام اللي تسانسرت الاول في اواخر السبعينات؟ السياسه نتاع تونس كانت الميز، والسياسه على السياحه، يعني حاطين كل شيء في قلب. حتى شمس الضباية يحكي على السياحه زاد. فانا عوض المره هذه على شخصيه يعاني من الكبت والفقر ويحاول في وسط المناخ اللي فيه السياح وهما في جهه وهو في جهه، المره هذه قلت خلينا نبدا ونمشيو القريه صيادين بحر ويجي يعملوا مشروع فيه والتحولات اللي مش تصير فيها. محمود مرسي هو واحد من الابطال. ايوه فيها احمد السنوسي. احمد السنوسي، إيلين كاتزاراس، في توفيق جيجا، في العربي الدغمي. انا ذكرت محمود مرسي وانت غرت على الممثلين التوانسه.
ذكرتهم. لا لا لا، لانه ماهوش محمود مرسي فقط، ما تعرف خاطر انا عندي ان بروسيد انتونسيون يتبع فيا انه رضا الباهي ما يخدم كان مع الاجانب. عندك تهمه هذه موجهه لك؟ طول الوقت. وبعض الاحيان ما خذيتش السيفونسيون خاطر يقول لك لا هو عنده شكون برا وعنده شكون يمول فيه ويجيبها سامي كبار اللي ما حشناش به. ما مثلش السينما التونسيه. فهمت؟ ما علينا، هذا موضوع نرجعوا لل دونك كي عملت الروبيراج باش تصوروا في المهديه، كي قدمت السيناريو الله يسامحه سيتي جاني زليله اللي كنا على اختلاف كبير، شد السيناريو وحطه في الزبله، لوحه هو شنو الصفه نتاعو ساعه؟ كان رئيس قسم السينما، وبعد شد هو المسؤول عن الرقابه في تونس في وزاره الثقافه. شد السيناريو نتاعك اللي انت بعثته لهم باش ناخذ فيه، باش تاخذ به دعمه ولا باش تشارك به اوتوريزاسيون تورناج، رخصه نتاع التصوير. طبعا قال لي شنو المره هذه، المره الاولى صورت في جامعه وبهذلت الدنيا، المره هذه باش تعمل زعما؟ اي صعبين قوسين العتبات الممنوعه، تصور وكمل الفيلم، تصور كمل وما تعداش بالكل، تعدى لور، تعدى في سينما الهواء، تعدى في مهرجان قرطاج، ما قلت لك 72 اجبروا صحوا عليه اوبليغاتوار النقاد العرب والنقاد العالميين والضيوف اللي كانوا هما شدوا في صحيح، شدوا والسينما الهواة قال لازم يتعدى، فتعدى خارج المهرجان. صارت حمله، يعني صارت حمله، صارت اون بوليميك وناس تكلمت وجرايد كتبت وصار معناتها نوع من البراد فير مع النظام، مع وزاره الثقافه وقتها. وتعدى الفيلم وعرض وخذيت جائزه احسن جائزه النقاد العرب، جائزه النقاد العالميين تيوا. وهذاك تعرفت على المنتج نتاع شمس الضباع هولندي، شاف الفيلم قال لي عندكش موضوع اخر، موضوع اخر نخدمه مع بعض، قال لي الور نتقابلوا في امستردام. فمن هذيك يعني هو العتبات الممنوعه هو فعلا الباكوره الولاده، يعني اللي جابت الحاجات اللي بعد، لانه بعد شمس الضباع حاولت باش ممنوع هنا باش نمشي للجزائر باش تصوروا غادي، صعيبه لقيت ما عندهمش سواح والدنيا مغلوقه. مشيت لمصر مش سيدي عبد الرحمن واسكندريه وكان يوسف شاهين تلهبيه فعلا البيرو نتاعو ومجموعه حاولوا باش نلقاوه، لكن انكور اون فوا ثم لو توريزم في تونس ما عندوش، في مصر يجيو كان قبل في الستينات والسبعينات سيتي توريست ان بو ريش، مش بكل الطيارات المعبيه اللي يجونا احنا الزفارق بكل يدور مش نفس النوعيه نتاع السياحه. صحيح هاي دونك معناتها فين هي ماكش باش تلقى المشهد الواقع اللي انت تحب عليه في الاخر. مشيت للمغرب، مشيت للمغرب، لقيت المغرب انها يعني قريبه، واخترت لوتيل اسمه اوتيل روبنسون في شارع روبنسون في طنجه، كانت مولاته اخت الحسن الثاني لله عايشه الله يرحمها، اي فعطاتنا الرخصه وقتها مازال ما سكنش كملوه ومازال ما دخل فيه حتى سائح. سفيرنا في تونس في تونسي في هنا في المغرب حب يوقف الفيلم، دخل معنا صارت تدخلات سياسية معي. الأميرة العايشة قالت لي وزات لروا هذاك الرويوم نتاعك أنا سلفته لك بونو لو تورناج، وقالت له في بلادي أنا نحميه، صور يونا في الفيلم. فهمت؟ هو ما بتعلت شنو بتعلت أنك قاعدة تسيئ صورة تونس وقت اللي صور فيلم كذا كذا؟ تونس صورة تونس نوثق فيها وتونس تعتمد على السياحة وأنا رجعي ونحب نرجع لتونس العهود البائدة وردوها ما تتحارب السواح، أنت ما تحبش السواح يجيو لتونس. أيوة لكن سيري ذا معناتها والله عندي نوع من الصدمة الحضارية صايرت لي تو أنت تحكي لي هكا، معناتها في الستينات والسبعينات تونس عرفت في الحكومات نتاعها يقال هذا ما يتقللنا ديما احسن وزراء الثقافه، ناس نتاع فكر نتاع انفتاح، ناس تفهم في الفلسفه، ناس تحترم الفن والابداع، ناس نتاع حوار، ناس الحق نتاع ثقافه. يا اخي بالنسبه ليهم وقت اللي مبدع يعمل فيلم ولا يعمل مسرحيه ولا يعمل غنيه ولا يعمل حتى مسلسل حتى تمثيليه، يا اخي هذاك متطابق مع الواقع، معناتها هو يحكي يقول الواقع ولا هذاك سي اون فيكسيون، هو عمل ابداعي فيه خيال الفنان وفيه حريه التفكير نتاعو، فيه حريه النقد وفيه رؤيته المتحره من كل القيود والضوابط الشكليه، معناتها سان فورماليزم. كيفاش معناتها التناقض في ردة الفعل نتاعهم معاك؟ لا شوف كنت قبل اولا المثقفين اللي كانوا في السياسه بل عندهم ازدواجيه. ازدواجيه في شنو؟ ازدواجيه شخصيه، يعني تلقى مثلا المرحوم مصطفى الفارسي
كان كاتب تقدمي ستي جاني زليلة اللي هو محمود المسعدي. فهمت اخي محمود المسعدي معناها هو بيدو كتاباته معناتها تعرضت لهجمات كبيره على لكن هما وقت اللي يجيو ها قلت لك علاش قلت لك ثم نوع من الانفصام في الشخصيه. لكن يقول لي مسؤول يقول لك عندي صوره البلاد وتعرف انت لما الشمس تضيع خرج في باريس خرج قعد 22 اسبوع ما ثماش جريده ما ثماش صحيفه وتعرف في التلفزيون الفرنساوي وعملوا عليه دوسي دي ليكرون كان قبل ايميسيون اسمها دوسي دي ليكرون عملوا عليه ميسيون هذا الكل كنت حاضر ولا كنت حاضر في النقاش بالنسبه للمسؤول انا كل هما يعملوا مجهود كبير باش يعطيوا صوره تونس يجي فيلم كيما هذايا يفضح السياحه سي كمان مهما كان فكره المتفتح يقول لك هذايا كسر لي في الخدمه نتاعو في سياستهم يعني اللي كانوا يعملوا فيها فهي هي انا اكثر من هكا نوصل معك عندي تقدم كبير اللي نؤمن به طاهر الشريعة فماش واحد عنا احنا في السينما واحد نؤمن به اكثر من فضله هو السينما وقفت على ساقيها طيب. هذاك وقف ضد العتبة الممنوعة في كارتاج لانه بالنسبة لي عنده حرب اكبر ما يدخلش في حروب صغيرة كما العتبة الممنوعة. انت بركة اللي تسنسرت ولا فما افلام اخرين واسماء اخرين تسنسر في الفترة هذيك شكون مثلا يتذكرهم يعني شو أقول لك أنا ما عنديش أسماء لكن نعرف أني مشني وحدي اللي متضايق من الرقابة لكن اللي قلقهم أكثر هو رضا البيه فهمت ورثت هذه حتى وزارة الثقافة ديما عندهم التوى ملفاتي ديما يخزروا لها فيها الشوك حتى التوى مازال ما حساسية أنا بروبسك أنا قلت لك حديت فيلم عود زمن الجردين مره وقالوا أسباب واهية هذا قديم وهذا شايب وكبير وندر شنوك حكاية معناها دونك انا نحس انه ثم يا توجور ان بو دو شيء يخوف شامبانيا مير لا شامبانيا مير ما كانش ما عنديش مشكله معاه خاصه اني ما خديتش عليه سوبونسيون دونك ما عنديش مشكله تعرف صورته فريمون بالعكس عملنا خدمه رائعه في تونس مع جولي كريستي وبن جزارة وكان الامكانيات وفي باتريك دروال زاد يظهر لي بن جزارة و سيتي فريمون جون كارميس سي ان فيلم فرونسي دابور معنا منتج سويسري منتج من سويسرا دونك سي ان فيلم نو بالعكس هذاك ما لقيتش فيه مصاعب المصاعب الكبيره هي في شمس الضباع في العتبات في بدايتك معناها زوز فيلم اللي جيت بهم وهذا زمن الجرذان اللي ما حبش يتعمل للتو والخطاف اللي يموت في القدس الخطاف اللي يموت في القدس وي في سوفرير في تونس والفلسطينيين ناس معاه وناس ضد ناس يقول لك بالعكس يلزم رضا البيقع هذا الكل شنو لانه في الفيلم الاطروح نتاعي انه العرب كذلك يلزمنا نقعد قدام باب دارنا يعني قبل ما نعمل شعارات انه الاسرائيليين بيهم وعليهم انا حطيت الاسرائيلي مستعمر البلاد هذه حطيتها كوم دوني دو باز في الفيلم لكن انا هذا الاخ اللي يقتل اخوه فهمت الفلسطيني اللي هو في غزه يقتل خوه الفتحاوي انا ما نحملهاش في فهمت دونك اللي باسم الله اكبر وقتها احنا قد عملنا الفيلم هذايا وقتها بحثنا في الجزائر الاحداث تاع الجزائر في التسعينات دونك سيتك الحرقه هذيك اللي هزتني بالاحد يقول لك لا انت علاش تلبس في القضيه الفلسطينيه اللي هي تاريخيه والى اخره ثم انا من الناس اللي عندي اطروحه بورقيبه انا نؤمن بسياسه بورقيبه في الموضوع تاع الشرق الاوسط نعم لأنه حقهم الفلسطينيين اعترفوا بالشتر أو بالجزء أقف في الأخر اعترفت حماس يظهر نعرف الجمعة اللي فاتت بحدود 67 تروتار قال لهم بورقيبة قبل تروتار يتروبو يتروبو دوك المشكلة الموقف هذا زي يظهر في الفيلم لما تظهر أنت موقف كذا ثم ناس ما زالت لحد الآن طبعا مش تحاربك لأنك مش متفقين باش نحكيو على جديد بدنا نحكيو على اليوم وعلى غدوة على الأفلام الفيلم اللي تحضر فيه مش هحكي زادة شوية على زهرة حلب ما قبل ذلك شو أنواع الموسيقى اللي تحبها وتسمعها سيري ذالبي والله أنا جو سوي معنا ذوقي معنا نمشي الأغاني نتاعنا القديمة التونسية أو الغناء المصري خاصة القديم توا فاش قد تسمع توا فاش مغروم معناتها في الفترة هذه والله اللبنانيات وإلا موسيقى شكون اللبنانيات؟ قوليش رغبة علامة ونجوى كرم لا 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 فضلك معك لا لا علاش نجوى كرم عندها صوت حلو ياسر بالعكس نانسي عجم ما نعملش كي الوزير السابق اللي قال تمشي على جوف لا لا با دي تو مي قصدي ثم
يعني ثم أسماء يعني مجد الرومي مثلا اللي هي كذلك أكثر من صديقة. خملتش تعطيها دور في واحد من أفلامك؟ والله عمرك ما فكرت؟ هي مثلت مرة واحدة، مثلت في عودة ابن الظلم مع يوسف شاهين. المهم يعني عندها صوت حلو تغني بالكدا. أكا باهي فهمت. اخترت لنا ريما خشيش. ريما خشيش زينة من الأصحاب اللي هي مصرية. لا هي لبنانية. هي لبنانية العكس. وباش اخترت لها أغنية سليمة. سليمة ايه سليمة كتبت وقت اللي تغرمت بخشيش وبسليمة وقت قاعد نكتب في السيناريو مدى فيلم ليستوار دو بيروت باش نعمل فيلم. باش يتعمل هو فيلم في معناتها محطوط على على ليه على جدول أعمال المستقبل. ايوه عندك أعمال باش تحضرهم عندي مجموعة باش تخدمهم مجموعة ونحكيو عليهم بعد ما نسمعوا ريما خشيش من لبنان تغني سليمة. كأن الليل لم
تطور فينا القبور على تأني قفي بجوار قبري ثم قولي أيا من كنت منك وكنت مني خدعتك في الحياة ولم أبالي وخنتك في غرامي ولم تخوني فلا تاني. انتم تسمعوا في البارح اليوم غدوة مع أمال شاهد. مش نحكيوا على المستقبل القريب سيري فالبي، مش نحكيوا على فيلم الجنة ضايعة. ما قبل ذلك كلمتين على زهرة حلب، الفيلم احنا رينا في تونس في افتتاح ايام قرطاج السينمائية. اجمالا كيفاش كانت ردود الافعال عليه الجمهور والنقاد، معناتها العبيد اللي تفهم في النقد السينمائي والناس العاديين؟ والله شو نقول لك، انا اولا انا اهم حاجة بالنسبة لي توا بعد تجربة 40 سنة الجمهور والرياكسيون وردة فعل الجمهور هي اللي تهمني. الفيلم عجب الجمهور، هذه أول، هذه يقولها الموزع مش نقولها أنا. الموزع خاطر اللي هم هو يدخل أنت. فعنا أكثر من 200 ألف متفرج دخلوا شافوا الفيلم، وهذا سان ريكور. أكثر من 26 أسبوع عرض الفيلم، خرجوا ثلاثة ولا أربع أفلام تونسية جدد كلهم تنحاوا، الفيلم مازال يلعب. خرجوا أفلام أمريكية كبار كذلك تنحاوا، وفيلمنا مازال يلعب. فبالنسبة للنقاد أنا رأيي بالنسبة في تونس، ونعرف مش نغضب أصحاب ولا لا حتى من الأصحاب، أنا بعد موت سمير فريد في مصر ومصطفى درويش كذلك في مصر ومحمد محفوظ في تونس، نحس النقاد السينمائيين في تونس ما عادش موجودين، أو بقلة قليلة، أو عزفوا على الكتابة، أو يعني أنا نحس روحي في حالة يتم من ناحية الناقد السينمائي خاصة التونسي أو المغاربي. هذا رأيي أنا ونتحمل مسؤوليته. لكن توا ثم عنا نقاد يكتبوا يقولك عجبني ولا ما، يعني نوع من الرأي اللي هو سبجكتيف، معناتها الانطباع، هو مدرسة من المدارس الانطباعي، مدرسة من مدارس النقد الفني في العالم. عجبني ما عجبنيش ولا بيه وعليه، وتولي شتيمة أكثر منها تحليل أو أمور مضعيفة، فهمت؟ دونك فالجمهور إلى مارشي، الجمهور لحد الآن ماشي مع الفيلم. دونك الأجانب اللي شافوا الفيلم والموزع خاصة، أنا خاطر عندي زاد ترمومتر آخر اللي هو الموزع اللي ما يشاركناش نفس الأحاسيس ونفس التاريخ، موزع فرنساوي أجنبي، أجنبي كيقول لك باش نخرج الفيلم في أكثر من 100 صالة في فرنسا كاملة في أكتوبر 2017 جابت في فرنسا الفيلم زهرة حلب، فرنسا في بروكسل في ألمانيا في برشا دول، في برشا بلدان أوروبية اللي بعتوا القطعي لهذا فوندور انترناسيونال والموزع الفرنساوي اللي هو اديسيون مونبارناس. بالنسبه للشرق الاوسط عندنا الصباح اللي هو المنتج في الفيلم، باش ياخذ التوزيع زاده في ابارتير دو اكتوبر، باش يعبط في الاردن، الامارات، الخليج، بيروت، في لبنان، زاد في بيروت، في مصر ان شاء الله، وحتى سمعت انه ثم موزع سوري يحب ياخذه او المؤسسه هذيك. شكون باش نسالك
تو باش نقول لك سوريا معناتها ما همهاش الفيلم انا تعديه. لا هما عندهم دوتر شافوتي عندهم حرب متفقين ولكن الفيلم داخل في الموضوع بالضبط. ما يعجبنا ما يعجبناش نحبوا فيه حاجات ما نحبوش تقييمنا ليه يختلف ولكن هو داخل في صلب الموضوع بالضبط. ما تستان فيلم فريمون داكتواليتي اكثر فيلم داكتواليتي معناها تخدم في الفتره هذه. المهم انه قصدي الفيلم وقف على ساقيه يعني من ناحيه التجاريه وهذه عندي كذلك حاجه جديده يعني تعرف انت انه فيلم يتوزع يدخل القاعات ويدخل فلوس فوالا سي سا معناتها المنتجين فرحانين والموزعين فرحانين خاصه بالضبط. سؤال صغير باش نربطوا به مع فيلم الجنة الضايعة جاك برشا لوم على مثلا ما تحب تديت حاجة أخرى على فيلم الجنة الضايعة ما فهمتش منين جبتها الجنة الضايعة ليل دو باردون جزيرة الغفران كان اسمه كيلكو باغ اسمه الجنة الضايعة أنا منين جبتوا الجنة الضايعة أنا قريتوا الجنة الضايعة لا تلقى واحد جزيرة الغفران جزيرة الغفران هذا العنوان اللي بالعربي ترجمة لليل دو باردون بتحب تضيف حاجة على زهرة حلب؟ سلامتك. باهي، جاك لوم على أو على الأقل نقد، نعرفش تقيمه نقد موضوعي، نقد ذاتي انطباعي اللي هو على تقديمك لولدك بديس الباهي في الفيلم وأنك عطيته تقريبا الدور الرئيسي، دور كبير برشا، هو الدور الثاني بعد هند صبري اللي هي ممثلة محترفة ومعترف بها وقدمت معناتها الدلائل والاثباتات على كفاءتها. جاك برشا لوم على اختيار ولدك بالكل حتى حد ما يمك. انا قريت برشا قريت معناتها في على الاقل في المقالات اللي تكتبت وحتى في الاراء اللي ما حبوش الفيلم او اللي رفضوا الفيلم رفضا رفضوا كل اختيارات فيلم اي كومبري اختيار باديس الباهي للدور. فدوك هذوما ما عادش ناخذ باعتبارهم لانه هما عاملين تركيبه كامله. يعني مثلا ما يجيش واحد يقول لك والله الفيلم سيناريو حلول والايقاع تريبيا اما خساره خذا ولده. يعني المشكله قيم الممثل يا باهي مش باهي وانتهى الامر. اش دخل اسمه باديس الباهي ما يعني قصدي المشكله هذه مش حكايه توريث كما في السياسه مش نحط ولدي لانه خاطر ولدي لاني كي انا من وقت اللي عمره ساعه وساعتين من وقت اللي تولد وانا نصور فيه الى الان ما فماش واحد صورته في حياتي كيما صورت اولادي. دونك جو كوني ميو كو كيكونك. انا هو البروفيل الافضل شنو وقتاش يسكت وقتاش يسرح وقتاش يتغشش وقتاش عينه تعبر على كذا. دونك ما فماش ممثل ولا ممثله في حياتي اللي خدمت معهم الكل ما عشتش كيما عشت مع ولدي. درسوا بالكدا معناتها كيما درس انكور سي بلو ليجيتيم ولدك وجهه قسمات وطريقه تعبيره ودنيا دونك وما عندي بالموضوع هذا حتى شيء. معناها نجم نقول سيرتينمون كي دوتر كي بوغي جوي لو رول هذاك ما قلتش انا لكن هذه اختيار. فهذا بالعكس انا اولا ساعه ما قريتش بصراحه ما قريتش انه يعيبوا علي انه ثم شكون سالني والله تو بيان في ولا سي علاش ما نشوفوش افلام اخرى وكل شيء بون. مي لا هو بيدو ماهوش ممثل هو قرا الليسونس تاعو في السربون في السينما وتو يعمل في المسرح في لوسيرنير السنه الثانيه مسرح. دونك اللي اون تران دو فير دي كور ميتراج اي تو سا يحب يعمل افلام وثائقيه كمخرج كمخرج مش ايه. كممثل معناتها ماهوش ناوي يعمل اون كارير دو كوميديان جو كرو با. اما باش تعاود تجيبه للتمثيل مره اخرى انت عطيه دور في الفيلم الجديد دور سبيل جزيره الغفران ولا ليل دو باردون سبيل. لكن انا بصراحه مره اخرى موضوع بالمره ما عندوش علاقه بعلاقتي بيك اب ابن ما هذا ما يلعبش ما يلعبش بفيلم انا ما كنت مش مقتنع يا دوتر جماعه كان تعاود الفيلم زهرة حلب تعاودوا بحذافيره كما هو ما تبدل فيه حد شيء ما تغير فيه حد شيء لا في السيناريو لا في الكاستينج اغتيال الممثلين لا في نهايه الفيلم شوت لا ما بدل شيء ما بدل لانه يمكن ناخذ وقت اكثر في سوريا التصوير لا في سوريا اي لا في الجزء نتاع سوريا نزيد نطول فيه شويه في احداث الفيلم معناها احداث الفيلم في سوريا نزيد حاجات اللي هي انا يا اما كانت موجوده في السيناريو ونحيتها يا اما تصورتها ونحيتها في المونتاج شو مثلا اللي صورته ونحيته في المونتاج؟ يعني حاجات صورتهم في سوريا
لا ما هو البارتي نتاع سوريا مش في سوريا. اي هو مش مصور في سوريا انا عارفه. دونك الجزء نتاع سوريا قصدي. لا ثم يعني مشاهد نتاع القصف او مشاهد الجيش السوري لما هو يعني عامل ردة فعل على جبهة النصرة. أنا عندي مشاهد اللي جماعة قنبلت قصف من فوق بالطيران الطيارات. دونك ثم بعض المشاهد مرة أخرى الموضوع هو سليك ليبر. أنت إيش تحب تقول في الفيلم؟ إذا كنت مش تعمل فيلم سياسي باش توفق وقول أو ضرب ضربة في النظام السوري يلزم نعمل توا ماكش أخبار أنت ماكش نشرة الأخبار أنت عمل إبداعي. أنا قصة امرأة لكوراج دون فام تونسية مش تجيب في ولدها. دونك ما نخرجش نولي نعلق على سياسة بشار ونلوموا علي علاش ما تحدثتش على بشار واش عمل بشار. الآخر يقول لي لا هذا الكلوب ميديتراني نتاع جماعة اللي تحب تعدي دو فاكونس تمشي عند جماعة النصرة. ردوني ننظف في وجه النصرة ويسون بروبر ومنظفهم ومحلاهم وهي راكبة في مرسيدس تقولش عليها نديرها غاندي. معناها كتبوا ما شاء الله المقالات ضد ال الو كبون. قلت لي واحده مسينا عليها قلت لي هزينها من ماشي لتركيا من انتاكيا من تركيا هزينها داخلين على الحدود السوريه باش يزور. علاش مش في كاميون تنضم لل علاش مش في كاميون انت مع البقر ومع المعيز ومع الروث. نعم فريمون جي لي دي شوز بيزار. اي وجهه نظر. انت المخرج السينمائي الناس اللي تحكي هكا ماهوش مخرجين سينمائيين. لا معلاش الناس هذوما يتفرجوا في الاخبار كل يوم. اي لكن كنت تفهم في الاخبار اللي المراه هذيك موصين عليها الشخصيات نتاع البلد. اي والشخصيات البلد عندهم فلوس وعندهم المرسيدسات وموصين عليها ووريت في المطار اللي كي توقفت عداوها كمام. هذيك شنو معناها؟ معناتها واصلين متغلغلين في مفاصل السلطة وعندهم برشا فلوس. Exactement. عندهم ياسر فلوس. دونك حاسد. حاسد. أنا أقول بون فون زهرة حلب في خروجه في أكتوبر الجاي في قاعة سينما نعاودو نذكروا في فرنسا وفي ألمانيا وفي سويسرا قلت لي؟ بلجيكا. وبلجيكا. دونك في ألمانيا وفي فرنسا وفي بلجيكا. نحكيو شوية على جزيرة الغفران الفيلم اللي أنت قاعد تحضر فيه توا. معاش شنو المراحل اللي كملتهم؟ كملت كتابة السيناريو النهائي ولا لا؟ اخترت الممثلين نتاعك بشكل اخر. كاستينج 70-80% من الكاستينج سيء خطيرة. التمويل وصلت لتو 75%. في دعم هذا ولا من غير دعم نتاع وزارة الثقافة؟ ما حطيتوش في الدعم. الدعم يوصل لو 15 جوان مازلت ما نعرفش. نحطه ولا نخليه بور ادا لافينيسيون. مازلت ما قررتش. مازلت ما قررتش. السيناريو تكتفي وحدك ولا معك مجموعة عمل؟ لا توا وحدي وكيوفة مش نشوف مع شكون ناخذ بارتنير بور فير ان بو اللي مش يرد عليا اللي مشي جي بيزوان دو كيلكان. لكن انت باش تخدموا في تورناج باش يبدا في سبتمبر ان شاء الله. في اكتوبر. في اكتوبر معناتها ما عادش برشا برشا وقت. مازال عندك وقت باش تعاود تتصلح وتكتب في السيناريو. شو تصلح؟ حكيت اسبوع شنو يديروا مرت يعني مثلا نبعث لك سيناريو نقول لك اعطيني ملاحظاتك يعني. مش طبعا عندي 4-5 وكل شكون الناس مش لازم تذكر لي اساميهم كانت تحب اما شنو معناتها شنو البورتري نتاعهم الناس هذوما اللي تستثيق للدرجه هذه في رايهم بعد ما تكتب الحاجه كيما حسيتها انت وكيما تراها انت ونعرف اللي يكتب حاجه يبدا عنده حاجه وراء كل فكره كل كلمه يكتبها وكل مشهد بالطريقه اللي يكتبوا بها عنده غايه عنده هدف يحب يوصل له ولكن مع ذلك تهز هذاك الكل تعطيه لاشخاص اخرين العين اخرى والفكر اخر باش يقرا لك ويقول لك لا هذه بدلها وهذه طول فيها وهذه قصر فيها مثلا باش يعطيك دي رومارك باش يعطيك دي رومارك يعني مثلا بارمي لي نون اللي انا نستثق بهم طارق بن شعبان كي ان بون سيناريست كي اوسي سكريبت دكتور في برشا افلام وفي تجاربه واللي هو سورتو شاف افلام برشا يعني عندي انا سي كلكان دي امبورتون. عندي مون فيس حميده ولدي الاخر المخرج اللي عمل الفيلم نسمه نستفيق برايه. بنت اللي باش تعمل مدير التصوير في الفيلم الجاي هذا زاد نستفيق برايها. عندي شخصيه تعاود هكا ديما كل ما تكتب سيناريو تبعت للناس هذوما تعطيهم يقراوا يعني ويرجعوا لك ملحوظاتهم. ارتيست اخرى زاد في تونس عايشه الفيلالي نعتقد ونفكر انها عندها راي لانها هي طبعا في الفنون التشكيليه لكن عندها راي في الثقافه وفي السينما وفي المجتمع وفي السياسه وفي كل شيء. دونك هو شنو هي سي ان اكيليبر بين
اللي تفكر فيه من الناحية الفنية، لكن أوسيك الباك جراوندك السياسي والاجتماعي اللي حاجتك بيه، فتحس يندرى السيناريو وصل ولا الفكرة نتاعك وصلت ولا ما وصلتش، ووصلت بنا طريقة، ومش مش يقول مش يولي هو كاتب السيناريو. اي بالفعل مش هو كاتب السيناريو، فهو ما يسمى بالمعرفش مش اكثر سادباس الاستشارة، تيوا سي بلوس كاستشارة اي موان كون كولابوراسيون ديريكت. وصعيب تقييمها من ناحية حقوق المؤلف، سي تري ديفيسيل يعني، باسكو بارفوا نحشم واحد كيما طارق بن شعبان جو لي بروبوز ان كونترا يتسمى سكريبت دكتور، سميه سكريبت دكتور سي باغراف، مستشار حمادي بوعبيد مستشار. جزيرة الغفران ولا ليل دو باردون، قلت لي كملت بريسك تقريبا كملت اختيار المجموعة اللي باش تكون فيه، شكون هم الناس اللي الاسماء اللي اخترتهم اللي وافقوا توكا للشخصيات نتاع الفيلم؟ عندنا ظافر العابدين، دور الزروق، باديس الباهي، هشام رستم، العرفاوي، شادي العرفاوي، شادي العرفاوي، محمد علي بن جمعة، الحفيان، احمد الحفيان، احمد الحفيان، رفوس ان اكتور فرونسي. عندك ممثلين زاد مش توانسه في الفيلم؟ اي خاطر الفيلم فرنسا ولبنان، ايطاليين، ايطاليين في الخمسينيات في تونس، الكوميونيتي ايطاليان في جربة. عندك ممثلين تلينا؟ عندي لبناني حسن مراد. اي لبناني مش طلياني هذا. والله شوف شو نقول لك انا مادام نحب نشد في الصحيح في المره هذه، التوانسه يحكوا بالطليان والطليان. احمد الحفيان في هذا من كل احمد الحفيان يدور لي، ويمكن من عشر ضعف العابدين يحكي بالطلياني ولا ما احمد الحفيان شو يحكي بالطلياني؟ مش يحكيوا بالتونسي سورتو. تهنى. لا ما عنديش مشكلة. لا ما عادش نعاود. انا ما عنديش مشكلة، حتى كان يحب العالم تاع فيلم الملايكة يحكي بالمصري. ما عادش نعاود هذيك. دونك بين قوسين نسيت ما سالتكش من بكري كيفاش كانت تجربه تعاملك مع اسماء مشهورين من بلاد اخرى كيما مديحه كامل، كيما كمال الشناوي، كيما محمود مرسي، واللي هما ما تنحبوا ولا ما نحبوش قامات في بلادهم معناتها في السينمات المصريه، معناتها كمال الشناوي ولا محمود مرسي ما تعاودوش مرتين، ما تعاودوش عمرهم ما تكرروا مرتين. شوف انا السينما عندي انا قعدت كالنظرة تاع الطفل. كمال الشناوي شفته وانا عمري 6-7 سنين. تقعد هكا معناتها محمود مرسي دونك وقت اللي تجيبه ونقعد معاك في الفيلم تاعك كل شيء جو رولي نعمل تنقيزه تاع لونفونس لك لاج ادولت هذاك كله يتنحى ويتربط ببعضه دونك يجو فيه مومون دو ريف. بون يركب ما يركبش، قد ما نجح محمود مرسي في شمس الضباع قد ما فشلت تجربه مع كمال الشناوي ومديحه كامل في الحكايه. مش نفس الفيلم في لا في الملائكة في الملائكة بلوتو قصدي ما نعرفوش في الملائكة الحقيقة أنا دونك سي مش ديما واحد على المرة هذه ونقول أنا ناخذ دي زاكتور تونيزيان بور جوي دي زيتاليان خاطر هما في النهاية مش يمثلوا شخصيات تونسية مي دوريجين من أصل إيطاليا هما تونسية تجي أنت ممثلين طليين مثلا أو ممثلين فرنسيين في إيطاليا ونجيبهم لهنا ثم حكايه مصداقيه دابور يفون با بارلي تونيزيان مش تونسي مش يحكي تونسي دونك مشيت يعملوا لي فيلم وترسيني ندبلج انا وبعد يقول لك هاوري ذا يجي في الاجانب ويعطيهم في فلوسنا اون بلوس دونك مش نقطع انا نحي الزربيه من تحت الجمال يقول لك ياخذ في التمويل ويعطي فيه في الاجانب توانسه ما فماش طلين هكا تا يتعلموا هما ديسي لا يتعلموا اللغه اللي انا كي نعجبهم باش ينجموا يشاركوا في الـ في الـ في الفيلم. على شنو يحكي فيلم ليل دو باردون؟ يحكي على ثم ما قولش كذبة هي ثم مقولة تقول أنه في تونس شافت مرحلة وعاشت مرحلة قالوا المسلمين والمالطيين واليهود ودر شنو عايشين في وئام وسلام ويحبوا بعضهم والاكسبتاسيون دو لوتر كل شيء. ماهيش صحيحة؟ علاش قلت هكا؟ ماهيش 100% صحيحة. بريسك باش تقول عليك عليه بالحق عليه. اكتشفت حاجات في الوقائع نتاع التاريخ اللي تفند الكلام هذايا العكس نتاع هذا. جيت تشوف تلقى الساعه الفرنسيس والتلين كان يكرهوا بعضهم. حرب كبيره اونتر دو جور دو استعمار. الفرنسيين كي جاو احتلوا عام 1881 لقاو التلين موجودين ديجا وعددهم اكثر.
اتلين والمالتي هذول مواطنين في تونس مواطنين اما ماهمش مستعمرين مش مستعمرين مش مستعمرين وما عايشين مع عمال البلاد بحكم البلاد ماهمش هما يحكموا فيها دونك عطاهم الجنسيه الفرنسويه اوكي لكن لاسباب سياسيه زاد باش واللي ما يساعدهمش من الطلين واحد يردوه فاشيست ويبعثوه يبعثوه للحبس ولا يرد معناها انا شفت قريت حاجات على العلاقات شيء غريب اي بيت انت قريت شنو قلت الفرنسيس والطلين في بعضهم كملت على التوانسه كملت انت عطيتك اكزامبل اذا كان الطليان الاوروبي والفرنساوي الاوروبي ما لقاوش بعضهم بالنسبه لليهود مهما كان يعني العربي كان حد التو يقول لك اليهودي حشاك كي يجي يحكي هذوما حاجات في العقلية وفي الثقافة لازم يتنحوا بشوية بشوية أما هذا ما ينفيش سيدي دا أنهم يعيشوا لليوم أنا وياك تو شارع فلسطين تنلقاهم المسلم واليهودي كوتا كوت بجناب بعضهم ويعرفوا بعضهم والجيران ويحبوا بعضهم وياكلوا ماكلة بعضهم وما فما حتى مشكلة معناها لا هذه التعايش موجود هذه اللي نحب نحاها ثم مشاكل ما نقولش ثم حتى مشكلة ثم تواجد وتعايش إيه لكن ما ثم حتى مشكلة وكنا في سلام ووئام وحب ودري شنو ويجاو سلموا الفترة الأخيرة اللي ولينا نكروا الأجانب والأجنبي سي با فري ديما الآخر مشكلتنا مع الآخر إحنا الآخر مهما كان الآخر هو تو ثم حتى عنصرية بين الزلاص والفريشيش ودري شنو هو بين واحد تونسي مسلم وتونسي مسلم تلقى الحساسيات وتلقى العرف وتلقى دونك كيف معناتها ماهيش حاجة موجهة متى خليني نقول لك انت عامل سوسيولوجي سو ني با ان فينومين دو سوسيتي معناها طوائف معينين شادين ومحاشرين هما هكايا في التركينه ورافضين ونعاملوا فيهم معامله سيئه لا مش مساله مش بالطريقه مانيش نعطي فيك في رايي قد نناقش فيك في رايك لا مش معامله سيئه قلت لك نحب نحي المقوله اللي تقول اللي كانت تونس عايشه بخير وكلهم بسلام ووئام وحب وعصافير وزقزق. اكل سماء زرقاء وعصافير وزقزق اللي قلت لي عليها على الاول بالكل. قلت لك هذيك نحب نحاها. تحب نمشي تقول حاجه اخرى. بور مونتري كي اون كوميونيتي ايطاليان وثم جماعه متدينين يحبوا مش يقنعوا واحد مسكين مهرود عليه ايطاليان عامل اكسيدون باش يدخلوه للدين الاسلامي. هذه قصه الفيلم جزيره الغفران باش صوروا فين؟ في جربه. علاش اخترت جربه؟ لان جربه بلاد مغلقة يعني كمكان مغلق الدرام فيه يكون أكثر يعني كي تتصور مثلا في بقعة كما في صفاقس ولا في معناها اللي يقلق كل ما يمشي هناك تبدا داير بك البحر مش أي الجزيرة مسكرة على روحها مقطوعة من ثم في نفس الوقت التقاليد والعادات وكل شيء تبقى أكثر من غيرها والناس يمشيوا لها تحافظ عليها أكثر تحافظ أكثر يهبطوا وكي يجيوا يخرجوا يطيروا او ياخذوا في بابور يطيروا بالطياره الورك باش تحب تزرف على جمل وعلى بهيم تنجم من جابس تمنع من القروان تطلع على السبيط لها الفتره التاريخيه اللي يدوروا فيها احداث الفيلم الجديد توا والخمسينات فما رجوع للخمسينات سينو في 2017 اللي بعد اللي صار في تونس بعد اللي صار في تونس هذا فيلم جزيره الغفران ليل دو باردون مش كيما قلت انا بك جنة ضائعة ما نعرفش علاش اقترحت عليك من وحدي من لانكونسيون نتاعي اقترحت عليك لا خاطر جنة نتاع ضائعة فعلا بالك شي تبدل ترد الجنة ضائعة شكون ما عرفش علاش انا اخترعت لك عمر من راسي باغادي بيردي نسمو ام كلثوم واحدة من الغنيات الاخرين اللي اخترتهم قبل ما نرجعوا نسمع تعليقك وتحليلك لبعض الاحداث الانية قبل ما نختموا البرنامج
هذه زاد اغنيه من اختيارك سيري فالبي. نتصور اللي ماكش الوقت الكل معناتها 24 ساعة وانت غاطس كان في سيناريوهات نتاعك وفي خدمتك وفي اعمالك السينمائيه. نتصور راك تتبع زاد اللي صاير في الدنيا في تونس وفي غير تونس. تبع الاحداث تبع الاكتواليتي. وي ككل تونسي نتبع اللي صاير عندنا اوتور دو نو، نتبع اللي صاير سورتو لبرا. في تونس بعض الاحيان يجيني نوع من الاحباط وخليني نسكر التلفزيون ونسكر القنوات الكل. وقتاش يجيك هالاحباط؟ وقت اللي نشوف انه من قناه لقناه نفس الشيء ونفس العباد اللي قاعده تدور في حلقه مفرغه وصياح وعياط و بصراحه وقت تجيني نفد وندورها فيلم مع نحط فيلم اجنبي او فيلم ما باش نرتاح او نسافر او مغروم باحفادي غرام كبير هما يفرهدوا عليا يفرهدوا دون السنس اللي ان بو دوكسيجين ان بو التواصل معاهم سواء كان هذايا السكايب وغير السكايب او حتى بالسفر بعض الحين نمشي باش نعدي كلكو جور دو روبو بري دو باش تشوفهم سا مرومبلي دو بوكو دو شوز. لكن ككل تونسي جوكرا الهم اليومي يعني عايشينه. شنو اللي شد انتباهك في الجمعه هذه؟ هو مش فقط شد انتباهك يخطف لك انتباهك يفرض عليك انتباهك. ايوا شنو؟ عياط نتاع مدام عبو. كهو ما عيطتش وحدها، عيطت زاد سعيده قراش مع عيطوا زوز. كلهم لا ما هو تو انت قلت لي انا انت اللي شد انتباهك وعيطت انتباهك اللي كسر لي اوكي انا كومبري فهمنا الدارس فهمنا الواحد المشكله سكو معناها ما قدموش نقعدوا توجور دون ليتا دو كونستا فهمت ونسامح وما نسامحوش ماش قولك في الحمله نتاع مانيش مسامح وفي المسيره اللي هبطت البارح جراح بورقيب بس امبورتون كل المجتمع المدني يعبر بالعكس شيء مهم جدا يعني او كونترير وي يلزم الشق هذاك يخرج يعبر ومش فقط يعبر لكن يلو دي كليرمون وتقال بطريقه حضاريه يلزم يتسمع ولا ما يتسمعش بالطبيعه خاطر ينجم يعبر يهبط للشارع وينفس عرفتك المثل الفرنساوي كوز توجور تو مانتيغيس نجم تخرج وتحكي في الشارع وتهز اللافتات نتاعك وشعاراتك وتقول اللي تحب اوكي هاك فرغت نفست هاكا تروح تعود الى البيت فرحا مسرورا لا ما نتصورش يروحوا فرحين مسرورا خاطر المشكله وقتها تولي فيهم هما هي المشكله هي اللعبه السياسيه مفروض في المجلس في البرلمان عندنا هذيك الامور تتحل معناها يلقاو لها حل غاديك اور هي العمليه من غاديك هي مدرسه ساعات الازمه تصير غاديك البلوكاج يصير غاديك سي لا فوالا لكن المجتمع المدني عبر ولا الشعب اعطى رايه او على الاقل مجموعه او طرف من الشعب اعطت رايه دونك لكن المشكله هي السياسيين مو الوضع برلماني تو النظام مش بنظام اي تو احنا في نظام برلماني دونك ما نشوف كل بلوكاج فياندو لا السياسه واللي اكثر من هيك اللي انا هي عدم مصداقيه السياسيين الكل السياسيين كان فقدوا مصداقيتهم اللي قبل كانت عندهم مصداقيه سيري لا قبل شوف. ما تقوم الثوره معناتها وقت نظام بن علي نظام بن علي كانت عنده مصداقيه لا مش هكا شوف انا ما نقولش تو ولا بعد هي من مرور الوقت يعني انا عشت جيل نتاع ساعة قبل الاستقلال 54 و55 و56 جيتي جامان دونك جو فويي معناها مسؤولين كبار اللي فعلا كانوا شادين الحزب الدستوري او الحزب الحر الدستوري واستقلت البلاد شدوا زاد الناس اللي امنوا بدوله جديده وبدوله حديثه وبدوله حديثه وسن قوانين وبعثان دوله دونك سي فو ايزو مونتري ايزيتي سانسير فهمت بون واحد اثنين ثلاثه اربعه مع الاسف لما كبر الرئيس وشيخ ومرض ودخلت اللعبه القذره نتاع عائلات معينه والعائله الحاكمه نتاع مرته والى اخره من وقتها بدات التركيبه من وقتها بدات عمليه نفقدوا المصداقيه بيان سور مثلا من اخر ايامات بورقيبه واحنا جايين فوالا بالضبط دخلنا في مرحله بن علي مرحله تجهيل ومن ناحيه الجهل
معناها رصينا وقت الواحد خاطر تو برشا يعتقدوا انه الست سنين الاخيره هي اللي وحده، الست سنين الاخيره هي نعيشوا النتيجه نتاعك 23 سنه خرجوا في الست سنوات الطنجره اللي كانت مغطيه ناحيين لها الغطاء اكزاكتو فهمت. وكل التسحير هذاك اللي هو سحر الدنيا كل سحرة بين علي ونظام بين علي وكل واحد كل تو ظهر فهمت. دونك انا هذا اللي انا محاز فيه اكثر، هو عندي ما عادش عندي تواصل وما عنديش امل في تونس مستقبلا بصراحه بالحق والله ما عنديش. علاش؟ خاطر مش قاعدين تو في حالين في التعليم، احنا قاعدين نبنيو في جيل اللي ما نتصورش اللي قاعد تو يمشوا للمدارس تو اون با كونتي سور الغدوه والبعد غدوه. انا هذا اللي مخوفني واللي محير. تعليق صغير على الخطاب نتاع بيجي قايد السبسي نهار الاربعاء، تبعته ما انا جوفي فو دير لقيت انه عنده حاجه ما قالهاش. يعني انا لو كان جيت عندي في اخراج تاع فيلم الى كيك شوز معناها حاجه قاعده ناقصه، يا كيك شوز دو بلو غراف كي نا با ايتي دي، ونحسو حاطط هكا ما خرجتش شنو هي ما عرفوش خاطر مي موا جيتي طول طوز معناها قلت مش يقول مش يستقيل ولا مش يقول راني سيي وصلت لمرحله فهمت. مي جي فيو كو يا كيك شوز دامبورتون بلوز امبورتون كو لي لارمي فا سورفيي مش تحرس الاماكن نتاعها. لقيت يا اوتر شوز وجهه يعبر على مكمود، وجهه مكمود يقولوا مكمود واللي خرجوا حتى شيء. ثم يا بروبليم دو تركيز يا بوكو شوز مي بون سا سي. في 10 ثواني تبعت مراسم تسلم الرئاسة اليوم إيمانويل ماكرون في فرنسا ولا لا؟ جيتي جالو هكا مش من الرئيس من ايه؟ فرانسيس من هو لا 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 بالعكس جو سوي فيير فريمون رافي خاطر انا عندي اولادي فرنساويين واحفادي امهم زوجتك فرنسية دونك هذاك علاش ولدي دوبل ناسيوناليتي دونك مي جيتي جالو دي فرونسي اللي عندهم رئيس كيف هكاك وعندهم نظام كيف نكيك. شكرا لك سيدي دلبي يعطيك الصحة، كنت ضيفنا من الخمسة نستمتعت بالحديث معك وكشفنا برشا أسرار برشا حاجات ما كناش نعرفوهم قلت لنا عليهم، إن شاء الله ترجع وحدنا مرة أخرى إن شاء الله بالتوفيق للفيلم الجديد اللي عنوانه ليل دو باردون أو جزيرة الغفران. شكرا لك سعيدة تقدم لكم الأخبار متاع ستة ونص، أنا أقول لكم بسلامة. البارح شكون اليوم شعندو جديد وغدوة كيفاش البارح اليوم وغدوة مع أمال شاهد. البارح اليوم وغدوة إذاعة الشباب نجموا تسمعوها في الكابون على 99.4 و102.0. موجز الأخبار